واحد يقول لي انت ما وريتناش الفيديو، حاضر اوريك الفيديو، ممكن احذف الشريحه ديت واضغط على كلمه ابلود فايل. وهنا بقى في الابلود فايل في اجيبه من على الانترنت على طول عشان ما اضيعش وقتكم، اضغط على ديت واقول لك فيديو، واروح ادور على مثلا ايه مكونات الحاسب الالي، اجيبها من على من على ايه من على اليوتيوب على طول اهو، وابدا ابحث على طول. شوف امكانيات رائعه، سهل اهو، وابدا ادور على فيديو موجود، ده الفيديو دوت والله مثلا يكون كويس، نفترض مثلا الفيديو دوت ده عباره عن فيديو، ممكن على فكره تعينه كمان وتشوفه قبل ما تنزله اهو، تقدر تعينه وتشوفه قبل ما تنزله اهو. حياكم الله يا اخوان، معاكم الفيديو ده بس عجبني اقول له سير كده اهوت، هتفتح على طول بقى عندي فيديو. الله، الشريحه دلوقتي بقى فيها نصوص وصوت اهو، تسجيل وفيديو، بقت مالتي ميديا كامل. عاوز تعاين الشريحه بتبان للطلبه ازاي، اضغط على كلمه بريفيو كده، اهي الشريحه بتبان للطلبه بالطريقه ديت، الطالب يقدر يشوف الصوره والمكونات ويقدر كده، ويقدر يسمع الفيديو كمان اهوت اهو، ويقدر يكبره من هنا لو هو حابب يكبره، بس مش عاوز ايه. حياكم الله يا اخوان، معاكم اخوكم بندر العلي من التكنولوجيا الشامله، شغل جميل جدا ونظهر منظم عاوز تقفل بقى المعاينه، تقفل من هنا وتبدا تشتغل عادي. عاوز تخزن الشريحه بقى، كل اللي انت عملته في الشريحه دي تخزنه، تضغط على سيف واكزت اهوت، سيف خلاص، فهو كده هيخزن الشريحه ديت. وطبعا بيخزنها فين يا جماعه؟ بيخزنها في الاسفل تحت خالص اهوت. طيب خزينها تحت، لان احنا اخر شريحه بخزينها اخر شريحه تحت اهي. طبعا تقدر ترفعها وتنظمها بعد كده، انا مش عاوز اضيع وقتكم، فاصبحت الشريحه مالتي ميديا كامله وجميله منظمه في اصوارها وفيديوهات، تقدر تعمل شغل عالي جدا وتعمل درس في منتهى الروعه. طيب انا اللي عاوز اقول لك بقى ايه اللي انت استفدته. انا استفدت النهارده تكون سامع، عرفت الفرق بين السلايد وسلايد كلاسيك. سلايد لو انا هحط بس شريحه فهنص وتسجيل صوتي بسيط كده، اما سلايد كلاسيك ده لو انا عاوز احط بقى فيديوهات وصور وحاجات جوه الشريحه، فبيسهل عليا العمليه دي كلها. طيب واضح لحد دلوقتي؟ اضغط واحد لان الوقت هيجري بيا وانا حاسس كده ان انا مش هجيب الباقي كله. طيب ممتاز، بارك الله فيك. معلش لو انا هجري شويه عشان بس نقدر نجيب الايه الشرايح كلها. اما السلايد شو دي يا دكتور سامي؟ السلايد شو دي عباره عن ايه؟ لو انت عندك مثلا عاوز 10 شرايح 20 شريحه تعملهم في شريحه واحده، مش فاهم ازاي يعني. يعني انت هنا لما كتب موجود هنا الشرايح دي شريحه ده شريحه ده شريحه، لا انا ممكن اعمل الدرس كله في شريحه واحده، الدرس كله على شريحه واحده. يبقى النوع الثالث دهوت، النوع الثالث اللي هو سلايد شو ده عباره عن دهوت، يقول لك تيتشر كان كرييت ا ميني سلايد شو وذن وان سلايد اون ليسون ذات از ستودنت كنترول. هنا يعني الاستاذ يقدر ينشئ مجموعه سلايدات تمثل الدرس. يعني انا دلوقتي لو ضغطت على كلمه اد كده، هنا بقى اقدر في الحاله دي اقدر احط عدد من الشرايح، احط عدد من الشرايح وكلهم يبقوا في شريحه واحده. هنا بقى تقدر في الحاله دي لو انا جيت كمثال، يعني ادي لك مثال، لو انا جيت مثلا رحت الباوربوينت كده اهو عشان ما اطولش عليكم، جيت عملت في الباوربوينت، عملت شريحه واحد وحطيت فيها معلومات، وجيت كمان حطيت شريحه اثنين اهوت، شريحه اثنين وحطيت فيها معلومات. افترض عندك كده درس اهوت، وجيت في كمان شريحه، كمان شريحه ثلاثه مثلا، درس ثلاثه اهوت حطيت فيها معلومات. انا مش عاوز بس ايه اطول عليكم، عاوز بديكم بس الفكره، وبعد كده انت هتقدر تنفذ معاك. عندك مثلا درس فيه اربع شرايح او 10 شرايح، المهم بعد ما انت عملت الدرس ده خزنته اهوت، سيف حفظ، وخزنته مثلا على الداونلود مثلا اهوت، وخزنته باسم مثلا الدرس الاول او ليسون واحد، ليسون 1 تمام. خلاص انت عملت درس على الباوربوينت
الدرس اللي انت عملته على الباور بوينت ده حالا انا عاوز احطه داخل هنا. فانا بضغط على علامه اللي انا اجيبه من على جهازي هنا. ايه الفرق بين هنا؟ لو انت عاوز تجيب من على النت او تجيب درس من على النت، هنا من على السحابات، هنا من على الجهاز بتاعك. اجيبه بقى على الجهاز بتاعي اهوت، اضغط على علامه السهم ديت واروح على التنزيلات واروح اقول له انا عاوز ليسون 1، ادور عليه اهوت، ادي ليسون 1 اهوت. فهو كده حمل لي ايه؟ بدا يحمل اهو، شوف فايل بروسيسنج، بدا يحمل الدرس اللي هو عباره عن اربع شرايح. بس هيظهروا لك هنا ايه؟ هيظهروا لك هنا شريحه واحده، بدل ما انا هعملهم في فركشهم كتير كده، لا هيظهروا لك في شريحه واحده. نشوف كده المنظر. وده جميله جدا ان انت بقى لو انت عندك بقى مقرر، فممكن تعمل كل درس في 10 شرايح في شريحه واحده، كل درس 10 شرايح في شريحه واحده، بحيث المقرر كله يبقى عندك مثلا 10 وحدات او 10 دروس، وكل درس جواه السلايدات بتاعته. عملية تنظيمية بتنظم شغلك وبيبقى شغلك بشكل كبير جميل جدا. طيب دلوقتي وهو بيحمل ايه يا جماعة؟ بيحمل السلايدات اهو، بنصبر عليه شوية. طبعا ده بيعتمد على عدد السلايدات وبيعتمد على سرعة الانترنت، وبياخد لها ايه حوالي دقيقة او دقيقتين بكتير. زي ما انت شايف كده ضاف لنا 55 شريحة في حدود 3 دقايق واربع دقايق، دولت اربع شرايح هتبتدي يضيفهم في ثواني ان شاء الله. نصبر شوية على ما يخلص. طبعا هو بينزلهم لك، هينزلهم لك تحت خالص. فعلا نزل اهي تحت موجود، نزلوا هنا فعلا. لو انت بقى ضغطت عليهم كده اهو، لو انت ضغطت عليهم كده ضغطت ضغطتين هيظهر للطالب بالشكل ده اهو. جميل جميل جميل. شوف كده تاني بيظهر للطالب بالشكل ده كده. طبعا هو عشان لسه بيحمل هنا، يعني المفروض انا ما اضغطش عليه الا، بص يا جماعه عشان تبقى فاهم، ما تضغطش عليه وتفتحه الا ما كلمه فايل بروسينج دي تطلع تختفي من عندك. بس خلي بالك الاربع شرايح اللي انا عملتهم اصبحوا كلهم فين؟ في شريحه واحده. يعني يا دكتور سامي لو احنا كنا رفعنا ال 60 شريحه ديت، ممكن ارفعهم كلهم وخلوهم في شريحه واحده؟ ارفعهم عن طريق ايه؟ ما انا قلت لك ترفعهم عن طريق اد نيو واختار كلمه سلايد شو. اختار سلايد شو في الحاله ديت ال 60 شريحه دولت بدل ما يكون متفركشين كده، لا كلهم هيبقى في شريحه. بس ايه الفكره اللي انا عملتها كده؟ احيانا عاوز تعدل على شريحه، عاوز تبدل شريحه عن شريحه، فديت هنا بيدي لك الامكانيه دي. امال هنا ما بتقدرش بقى الا خلاص هو عامل اهو، اضغط كده ضغطتين وبشوف الدرس بتاعي بقى شكله كده اهو، بيظهر الطالب بالشكل ده كده. طبعا هو بيحمل، اصبر شويه على ما يحمل. وهنا بقى بتشوف بقى الطالب بيبقى عنده امكانيه ان هو يشوف العدد الشرايح دولت داخل السلايد ده، سلايد شو. ده فكره السلايد شو. طبعا بيحمل، طبعا يعتمد على سرعه الانترنت عندي. طيب على ما يظبط نفسه ويبدا يحمل، لان طبعا ديت يعتمد في الاول، بيعملها اول مره بس بعد كده على طول. بس هو الفكره كلها ان هو بيستدعي جميع السلايدات اللي انا عاملها خلال السلايد شو، هتبقى كلهم الشرائح كلها. واعطي لك هنا هيدي لك امكانيه ان انت تتنقل، او يدي امكانيه للطالب ان هو يتنقل بين الشرائح من خلال الصفحه الواحده دي. شوف دلوقتي، واعطي لك حتى هنا بص كده، اعطي لك علامه ان الباوربوينت ده عباره عن مجموعه شرائح ورا بعض متركبين فوق بعض. يلا ما تضيعش وقتنا جدع عن كده، خلص ربنا يسهل.
يبدو ان هو ياخد وقت. طيب يبقى جربوها تتاهى بيفتح لك اكتر من سلايد. حد جربها؟ حد فتحت معاها على طول؟ هي بتعتمد على صوت الانترنت عندك. الدكتوره بالايس بتقول جربتها بتظهر لك كل الشرايح وبتدي امكانيه للطالب ان هو يديله امكانيه اللي هو يتنقل من خلال هنا اسهم وتظهر يتنقل من خلالها. طيب ما تضيعش وقتكم ولما نجي عليها تاني في وقت. دكتورة رغدة جربتها ودكتور بلقيس جربتها ممتاز ممتاز. ده فكرة يا جماعة اللي هي فكرة النيو سلايد. يبقى احنا فهمنا الوقت الفرق بين السلايد ديت والسلايد ديت والسلايد دي. امور واضحة الوقت. هندخل بقى بموضوع كبير قوي اللي هو الاس واي. واضح الفرق بين التلاتة اللي فاتوا دول؟ دكتور رحمن، دكتور عزة، دكتور عبيد، ما شاء الله عليكم، بارك الله فيك.